British public, more families, many more families, are going to lose loved ones before their time. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. إن ميلادك المرحلة السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات فطلعتها عزيمتكم قوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. تبي تزول الجائحة يا وطننا، بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح، حبك سكننا لا تحسبك سكننا عساك، طيب يا وطننا ومرتاح، صكت على البلدان منا ومنا، جرثوم تمه بمخلاب وجناح، ولا هي بسيف ولا برمح مطنا، خلت صروح العالم الأول أشباح. وما دام بالله العوين استعنا، ابشر بنصره يا وطننا والارباح، حنا صليب الراس والراي منا، ولنا على كوكب هل الارض مصباح، من لامنا في دارنا ما شحنا، دار الملوك مرويه علط الارماح، اللي بهم جزل القصيد تغنى، هم والله اللي يستحقون الامداح، امدح مليك العرب زبنا المجنى، أبو فهد سلمان في ليل وصباح، ما أقول والله ما تخليت عنا، والله ما خليت في دارك جراح، ولا العدو اللي يبي يمتحنا اتنوخه برجال واموال وسلاح، اتنوخه برجال واموال وسلاح.